السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في جولة جديدة. النهاردة اخوكم معايا لمول صدناوي. مول صدناوي ده موجود فين؟ لو انت جاية من اي مكان هتخرجي من محطة مترو العتبة وتاخدي تمشي يمين هتلاقي جراج العتبة على ايدك اليمين، وفي الشمال اهو زي ما احنا شايفين في الجامع الاحمر ده بتاع العطور، وده مدخل المول زي ما انتوا شايفين معايا حبايبي. دي مدخل المول، العنوان ما يتوش خالص معايا. ده بداية المول، في الدخلة كده بتلاقي فيه طرح وفي محلات للعطور ومحلات للعطور معايا اهي، وبتلاقي ده الدور الأول. ده الدور الأول في مول صدناوي موجود في جنب محطة مترو العتبة. المول ده جميل جدا يا جماعة، هتدخلوا فيه تلاقي كل احتياجاتكم، لبس بيت، لبس خروج، اطفال كبار، كل حاجه انت عايزاها من تخص اللبس هتلاقيها في مول صدناوي. مكان كويس جدا ورحله مش شاقه خالص زي رحلات العتبه اللي انت تروحي في مكان وتقعدي تدخلي في محلات وكده. كل اللي انت عايزاها هتلاقيه في قلب المول، يعني تخرجي تاخدي حاجتك وتركبي المترو وترجعي تروحي تاني. زي ما انتوا شايفين العبايات اللي بتتعرض دي عبايات موديلات السنه دي 2021، كلها اقطان، حاجات مش شعبيه خالص، حاجات اللي احنا بنشوفها على البلوجر وعلى الناس المشهوره ونقعد نقول جايبين الحاجات دي منين وكده، والوان راقيه جدا وشيك واسعارها معقوله جدا. يعني اي موديل انت شفتيه على النت في العبايات او كده تقدري بكل سهوله تروحي مول صدناوي. العنوان ما يتوهش خالص، ويعني ومش هياخد معاك الجولة دي، مش هتاخد معاكي وقت خالص هناك في المول. تقدري تجيبي لبس لأولادك، لبس لزوجك، تقدري تجيبي كل اللي نفسك فيه في المول. يعني هتلفي حوالي في المول ساعة وتخرجي تجيبي كل. هنلاقي تشكيلة جامدة جدا من العبايات زي ما انتوا شايفين والمحلات عرضوها، وده انسب مكان، انسب وقت دلوقتي لشراء اي حاجة. الحاجات اسعارها معقولة جدا، العبايات والحاجات دي كل حاجة هناك موجود عليها خصم. زي ما احنا عارفين ان شهر 8 ده شهر الاوكازيون، واحنا قلنا مبدأنا في القناة ان احنا عايزين نبقى اقتصاديين وموفرين، يعني نختار الوقت المناسب لشراء الحاجات. يعني قبل كده بفترة كانت الحاجات اسعارها عالية لان كان في العيد وكده، لكن دلوقتي شهر 8 موجود هناك برضو مفروشات. نسينا نتكلم ان موجود هناك مفروشات، يعني لو في عروسة بتجهز برضو تقدر تجيب المفروشات بتاعتها كمان في المدخل ده في الدور الاول. كل ده في الدور الاول، في برفانات، في عبايات، في مفروشات، في طرح، في كل، في اكسسوارات، في ذهب صيني، في حاجات من دي موجودة. كل الحاجات اللي انا بعرضها لحضراتكم دي موجودة في الدور الاول في مول صدناوي. ادم محل اهو اللانجري زي ما انتوا شايفين، ودي الاسعار التصفيات الموجودة. الاطفال يعمل في حاجات عنده ب35 جنيه، وفي حاجات ب50 جنيه، ودي المفروشات، دي اجمل لمسات للمفروشات. المحل ده في الدور الارضي في عنده كل حاجة، وعنده البطاطين، وعنده ده نور الدين للعطور، عطور فخمة جدا. اي نوع عطور انت تعرفيه او كده. حتى اخوكم حبيبي جولة في الدور الثاني في مول صدناوي. المحل هنا اسمه بدون اسم، هندخل نشوف ايه اللي موجود. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك ايه الموجود عندك في المحل؟ يعني الناس عندنا موجود كل حاجة انت عايزها. احنا بنعمل جولة بنعرف الناس ايه الموجود في مول صدناوي، ايه المحلات الموجودة فيه، بحيث ان اللي يدخل المول يبقى عارف هو جاي يشتري منه ايه بالظبط. احنا عندنا مبدئيا احنا عندنا كل الاسعار، كل حاجه انت عايزاها كل حاجه موجوده. ده لبس اطفال. ده لبس من سنتين لحد 5 سنين. سعره كام الطقم ده؟ عامل 90 جنيه. 90 جنيه. ده قطن ايه بقى؟ قطن 100%. ده قطن بتاعته دي كبسه حلال ما تطلعش معاكي في الغسيل. قطن 100%. عندك حاجات زي كده 50 جنيه. 50 جنيه الطقم ده معايا بيبيهات. ايوه ايوه ده لابس لحد المحايه. عامل كام ده؟ ب 100 جنيه الطقم ده، ب 100 جنيه طقم بناتي، طقم محير، حاجه زي كده، حاجه زي كده. ان شاء الله شكلها شيك جدا. 100 جنيه برضه نفس الكلام، بيلبس معاك لحد 10 سنين ب 100 جنيه برضه.
ب 100 جنيه الطقم ده. عندنا طبعا المايوهات اولادي وبناتي، وفي منها الشرعي اللي بيلبس ولاده مش بيلبسهم مايوهات يعني قط ومكشوفه وكده، حاجات بيبي. كام الطقم ده؟ 90 جنيه الطقم ده، ب 90 جنيه. عندك لبس للمولود؟ عندي لبس للمولود، عندي الدخل كامل بتاعه كله. دخل كامل للمولود؟ اه. عندي حاجات زي كده تبقى صالونات شفاف. طبعا القطن بتاعنا ده بيبقى عادي ضد حساسية البيبي. اطقم معالجة ضد حساسية البيبي. ده موجود منه لحد السنتين. موجود مقاس لحد سنتين، يلبس لحد سنتين. بكام بقى القطعة؟ دي ب 20. ب 20 القطعة، قطعة من دي ب 20 للبيبي. عندك حاجة ودي بناتي ما شاء الله نفس الكلام برضه ب 20 برضه. وعندي طبعا اللبس الداخلي للأطفال، كوفرتات، حاجات من دي موجودة. عندك تشكيل كامل زي كده، تشكيلة كاملة لهدوم البيبي، سلبتات. طب أسعارها كام يعني؟ سلبتة زي دي سعرها كام؟ طقم ثلاثة مع بعض عامل 60 جنيه. طقم يا جماعة ثلاثة مع بعض عامل 60 جنيه. طقم ثلاثة مع بعض عامل 60 جنيه، الأطقم دي. والبناتي؟ نفس الكلام. نفس الكلام. عندك الكوفرتات بقى وال الكوفرتات عاملة كام الكوفرتة القطن؟ القطن دي الكوفرتة بتبتدي معاكي من 60 جنيه لحد 150. الكوفرتة من 60 ل 150 لحد 100. كل الأسعار، كل الأسعار متاحة، وفي تمام يعني كل حاجة أنت عايزاها تقدري تشتريها على حسب الفلوس اللي معاكي. لحد 16 سنة. لحد 16 سنة. المحل هير الأول، المحل في الدور الأول بدون اسم، اسمه بدون اسم، هو اسمه كده. ده محل سيمي موجود فيه المحجبات. ندخل نشوف جولة في المحل ونشوف ايه اللي موجود فيه. ترنجات رجالي اهي، بيجامات حريمي، لانجري، مايوهات، طبعا في حاجات شتوي للعرايس اللي بتجهز، يعني ممكن تاخد الشتوي والصيفي وتاخد كل حاجه من مكان واحد، ما تلفش وتدوخ في الحر ده. ده لبس رجالي. ودي معانا اشكال المايوهات الموجوده، البوركيني، المحل يا جماعه اسمه في الدور الاول اسمه ايه؟ سيمي. سيمي. ونكمل مع بعض الجولة في الدور الأول. محل دلع بنات، دلع البنات، محل اهو في لبس خروج بناتي وحريمي. يعني دي الحاجات المعروضة في المحل. المشتري انت رايح تجيب شو من تحت؟ دي كلها درسات، المعروض ده كله درسات، درسات. ده درسات، كل ده درسات. وده الجينز، الجواكت، وده كمان درسات، ده كله درسات. ده
اللي كمان اهو برضو في كل حاجة متنوع، يعني اطفالي حريمي رجالي، وده مستر طيار برضو في عبايات عبايات. انا مش هدخل المحل عشان ما اطولش عليكم الجولة، لا اول ادخل لانه عارض تشكيلة حلوة، ادخل اجيبها لكم كده بسرعة بسرعة. من العبايات مهتم هو باللون المستر ده قوي اهو. جولة سريعة بالعبايات الموجودة عنده. مستر طيار في صبايا، جولة على السريع في صبايا برضو، في حاجات حريمي وأيوه عامل عروض وتخفيضات، أي قطعة بمية جنيه وأي قطعة بخمسين جنيه أطفالي. ده محل اسمه ايه؟ كيدز فخر الصناعة السورية، ده محل سوري عامل تخفيضات اهو. ده لبس خروج؟ خروج وبيتي. خروج وبيتي حاجة زي كده. الشميس ده عامل كام؟ ده بالشورت بتاعه. بالشورت بتاعه عامل كام؟ 175. 175. زي الحبيبة موجود في الدور الثاني اسمه السدناوي، ده اللبس الكاجوال الحريمي، ده الحاجات اللي عارضها الدرسات والحاجات اللي عارضها. وهندخل مع بعض جولة في المحل. الأسعار إيه حضرتك معانا؟ صباح الخير الأول. صباح الفل يا باشا. عندنا الدرس ده الميني درس ده عامل 100 جنيه. الميني درس ده عامل 100 جنيه. بكل ألوانه وأشكاله. بكل ألوانه وأشكاله. كل حاجة السيراميكا دي كل عرفة دي ب 150 جنيه. ب 150 جنيه السيراميكا. المشجر ب 100 جنيه. ميني درس. في درس دوار زي كده ب 150 جنيه. درس دوار ب 150 جنيه. درس شيفون. درس. ماشي ب 180 جنيه. 180 جنيه درس شيفون. عند حاجة زي كده ب 160. 160. ماشي عندي. ده ب 100 جنيه بس. كم سي واي؟ سي واي عامل 100 جنيه. درس شيفون بكم عامل 180. عامل 180. 120 الدرس. كم طول ب 120. الدرس ده بكم واسع ده 150 بس. 150 الدرس ده. الدرس كمان سواي وحزام خيش. عامل كام ده؟ 160. ميني درس ب 150. ندخل على البلوزات دي بقى اسعارها كام؟ بلوزه منقطه ب 110. بناتي يعني 130. 130 اللي فوق دي. النص ونص دي عامله كام؟ دي 130 برضه. 130 دي ب 50 بس. دي ب 50 بس البلوزه دي. جواكت الجنس عامله كام؟ 135. 135 الجاكيت الجنس، وفي منه الوان، في الرمادي وفي الازرق الغامق في الكحلي وفي الكحلي. البلوزه دي دي واسع 140. 140 ده ب 130. شوفون نصين 130. حاجه زي كده 150. السلبته ب 130 بس. دي سلبته 130. 130 الدرس اللي جنبها 100 بس. 100 بس. درس سوري 180. 180 درس سوري. درس اللي هو عباد الشمس ده 150. 150 130 بس. 130 الخامة ايه؟ سي واي. سي واي 100 بس. 100 درس دريل. سي واي اللي عندنا التيشيرت اه، سي واي اللي فيها تحبيبة دي ب 100 بس. 100 درس طويل كده. البلوزة دي ب 50. 50 وفي منها الوان تانية. البلوزة النص والنص دي
8 ونص ونص حزام ابيض ب 130 بس. 130 بس. في الدرس ده 170 قطعتين. 170 قطعتين. الجنس ده بكام؟ عامل كام؟ الجنس ده ب 160 بس. 160. البلوزه دي ب 100. ب 100. حلوه. 130 بلوزه ابيض تايجر فاضي. 130. عندكم تشكيله حلوه قوي يعني، اللي يدخل عندكم ياخد. طب اسعار الجاردين اللي تحت ده كام ده؟ يعني واحد اللي تحت ده ب 130 هتلاقيه معروض بره. 130 ده ب 100 بس. 100 زي كده ب 100. 100 بلوزات دي البناتي. 140. 140 قطن دي. اه جاكيت جنس مقطع بقى 140 جنيه. 140 جاكيت الجنس ده الاسود والرمادي. الاسود والرمادي 140. الدرس ده 180 بس. في ابيض واسود. الابيض بتاعه 180. اه هذا 220. ده 200. 150. 150. 150. ده ب 200. الادوار ده ادوار منقوش. تشكيله من العبايات اللي عارضها عبايات كده، ما ينفعش نكون هنا في مول صناوي ما ندخلش نشوف التشكيله اللي عاملها محل الطيور. وده معانا محل تاج العطور موجود في مول صدناوي برضو في الدور الثاني، في كل انواع العطور اللي ممكن تتخيلوها، الخليجي والشرقي، وفي بخور ومخمريات، كل اللي انتوا نفسكم فيها هتلاقيه موجود، والمعطرات وكل انواع الروائح اللي ممكن تتخيلوها موجوده فيه. وزي ما انتوا شايفين معايا دي سلسلة متكاملة في المول، مول كامل متكامل فيه كل حاجة ممكن تخطر على بالكم، أي حاجة نفسكم فيها، صيفي شتوي أولادي بناتي رجالي، كل حاجة موجودة، جلاليب ترنجات ماركات، كل خروج بيت، كل حاجة ممكن تخطر على كلانجري، برفان اكسسوار، اي حاجة يعني. بدل ما تلفوا الحاجات دي في العتبة وفي الجو الحار ده، طبعا كانت درجة الحرارة امبارح فظيعة. شايفين حبايبي دي سلسلة محلات، محل ده كل يوم جديد في لبس خروج حلو جدا وباسعار كويسة جدا. دي المايوهات، دي المايوهات اللي احنا بنشوف المايوهات والحاجات دي على صفحات موجودة على النت باسعار عالية جدا، يعني ضعف تمنها تقريبا، الاسعار هناك يعني لا تقارن باي مكان تاني. صراحة انا حبيت المول ده جدا من اول ما عرفته، وقلت ان انا اشارككم تجربة زي دي، بحس زي كده يعني مثلا عايز اجيب كام حاجة لولادي او كده، اقعد اروح من المحل ده للمحل ده واسأل، لكن المول ده جمع لي كل احتياجاتي، كل بافضل الانواع، بافضل المكاتب، بافضل الماركات يعني، واسعار ما شاء الله، والناس معاملتهم هناك كويسه جدا، يعني بيتعاملوا معاك بمنتهى الشياكه بمنتهى الرقي، ناس محترمه جدا. دي عبايات استقبال مثلا، ده محل عبايات استقبال اهو موجود في الدور الثاني. الحاجات موديلاتها كويسه جدا واسعارها مقارنه ببره اسعارها كويسه جدا، يعني ما شاء الله. كل يعني انت كلنا بنتصفح على النت وبنشوف حاجات وكده، وفي مننا اللي طلب اونلاين واتنصب عليه او الخامه طلعت مش حلوه. وبالمناسبه ان المول ممكن تطلبوا منه الحاجه اونلاين، وانا هسيب في التعليقات الكروت والتليجرام بتاعت المحلات دي، وبيشحن لك لاي محافظه في مصر، مش شرط ان انت تروحي، اي حاجه عجباكي من اي مكان بتتصلي بيهم اونلاين وبيشحنوها لك.
عامل 100 جنيه الطقم ده يا جماعه. لانجري ده لانجري على ستان 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 ده الشورت بتاعه. طبعا الحاجات دي بتبقى حلوه جدا في اللبس يا جماعه في البيت. دي صوره على الطبيعه، ده على الطبيعه اهو الصوره، ودي صوره وهو معروض. الكام الطقم ده؟ ده 95 فقط. حلوه 95 بدل كام؟ بدل 155. بدل 155 عامل 95 الطقم ده يا جماعه. المحل اسمه واي ان، واي ان فرع مول سدناوي في الدور الاول. ده البنطلون وده الجاكيت وده البادي ودي الشنطه ودي الشنطه. عامل كام الطقم ده حلو؟ ب 195. وفي منه اللون اللي هو ده الفوشيا، وفي منه اللون البامبا. ده لبس اطفال اهو. انا يا جماعه عايزين تشتروا محدش يشيل هم اي حاجه. هي ده الاسبتان اسعاره حلو جدا. اسعارهم كام اللانجري دي؟ في حاجه زي دي كده عامله 250 دروب. بالروب 250. وده سعره كله نازل على التليجرام، انا بعت لك الصفحه بتاعت التليجرام بتاعتنا. تمام. هي زي دي كده عامله 225. هي زي دي كده روب طويل برضو. في لانجيري هنا ده كان عامل 145 اللي هو نمبر 1، ده حاليا ب 100 جنيه بس. 100 جنيه بدل 145 نمبر 1 ده. في حاجه زي دي كده برضو كان اسعارها فوق 145 100 وكده، تمام، حاليا ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه بس. حاجة زي دي عاملة كام؟ احنا ناحية بتوع الغلابة. عاملة كام ده؟ نعم. عامل ده كام؟ ده عامل كام بياضة؟ ده عامل 95. 95. وفي حاجة زي دي كده كانت هي يا جماعة كم قطعة؟ دي ثلاث قطع. أربع قطع. أربع قطع. شنطة والبادي وال مع بادي ومعاه بنطلون ومعاه جاكيت. هي بص عليها كده. ودي فساتين للاطفال سن كام ده؟ ده من اول 6 لحد 10. من 6 ل 10 سنين. ممكن تعرضه لي اشوفه لو سمحت؟ ثمنه كام الجاكيت بتاعه؟ دوت العرض ده كان عامل 195، نزل بقى عامل 150. من 195 بقى عامل 150. وده القطعتين يا جماعه، وده الجاكيت بتاعه، وده الجاكيت بتاعه، وده شكله في العرض، شكل الفستان اهو في العرض. بكام الطقم ده؟ طقم خروج برضو كمان اهو. الطقم ده كان عامل 235، نزل العرض بتاعه 140. 140 بدل 235. طقم اطفال محير يعني من 6 سنين ل 10 سنين كده. وده السلبته دي برضو تمنها كام السلبته دي؟ دي حاليا عامله 120. عامله 120 بدل كام؟ بدل 165. بدل 165. بدله برضو تلبس من سنتين. دي عامله 150. دي بكام دي تمنها؟ دي تمنها 150. 150 طقم اولادي اهو، يلبس من سنتين لحد 8 سنين اهو. اطقم اولادي. طقم زي ده عامل كام الترنج ده؟ عامل 140. 140 الترنج ده. وده دوت اهو ده عامل 130. 130. والجينز ده؟ الجينز ده 195. 195. البيجامات البنات دي عامله 100 جنيه بدل 145 و165. البيجامه قبل كده اشكال كتيره منها، اشكال كتيره منها. انا بس مش عايزه اطول عليكم عشان وقت الفيديو. بس هنا المحل ما شاء الله فيه تشكيله رائعه. تقدري تدخلي المحل تاخدي لنفسك ولاولادك ولزوجك. يعني زي كده برضو على سبورت بوب. اشكال كتير جدا بناتي وصبياني وخروج، كل حاجه موجوده في المحل. 100 جنيه فقط بدل 145. كانت جولة في المول، الغرض منها التعريف بمول صدناوي، ان انا افيدكم بالمكان او حاجة زي كده، وان انتوا تشتروا الحاجات في ايام الاوكازيون، ما نتعرضش لجشع التجار. بتشتري لاولادك طقم واتنين بتمن طقم واحد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير عشان الفيديو يستفيد بيه غيركم، واشوفكم في جولات تانية كتير، ومع السلامة.